سلام عليكم، كدايرين ماما؟ مالك كتبكي؟ صدموا عليا بالضحك. هانتوما بدي كتكركر عليكم في الفيديو من الاول. نعاودو من الاول. واحد، جوج، ثلاثة. السلام عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كلشي هو هذاك. مرحبا بكم معنا بلوك جديد بعد طول الغياب. وما شدتها تقولك متواصلة. أقول لكم واحد الحاجة، وحق الله ملي كنتلاقى أنا ويا إيمان نقر نختموها بالضحك ولا تخيلوا معايا من جينا من الصالون من بعد الطوح هذا كنتناقروا أنا ويا على شي موضوع بلا ما نقول لكم بلاش ديك المواضيع ديال الأمهات. انت قلتي انت فعلتي، علاش ما جيتيش؟ على ماش ما درتيش؟ المهم راكم عارفين دموعي كبار اخبار فراسكم. تولت في الاخر اختي كتضحك بالدموع. شكون شحالك عندك بنتك كتضحكك؟ قولوا لي واش تزوج تتلقى مع ابنها ولا بناتكم؟ هكا كتبقى كتشوفوش بعد مرات يومين باش الله يا ودي. يلا شتي البارح نسيت والله ما تفرقنا يا ماما عند الصالون. البنات شوفوا كنشوفها يوميا، اقسم بالله كنشوفها يوميا، وكتبقى تقول لي باكي ما جيتيش. لا والله الا بعد مرات كنقول لها ما تجيش، وليداتها مراد والله العظيم وليداتها وراه انا مريضه. شوفوا البنات انتما ما شكيت عليكم. شوفوا حنكي فين وصل. شوفوا ولا عندي دوبل حنك دوبل مونطا. بنات توحشكم، توحش نهضر معاكم، توحش نصور لكم فلوغ انا وماما. ماما شحال هذه هي ما بانت معايا. جات الفرصه انه خارجين انا وياها، قلت لها عرفتي اش غديري؟ اجي نصوروا شي فيديو جديد نطلعوا فيه على المتابعين ديالنا في اليوتيوب، حيت شحال هذه صراحه ما حطينا فيديو. راكم عارفين من حاجه لحاجه، من مرض لمرض الوليدات ديالنا ما بقاوش كيبراو نهائيا، حتى حنا ما بقيناش كنبراو. انتم راه حنا كيجيب لكم الاخبار. ايوا شحال اليوم كاينه واحد المناسبه ياك ماما؟ ايه ان شاء الله. شنو هي المناسبه ماما ديال اليوم؟ اليوم ان ليفينمون ان شاء الله ديال سلومه بنت ولدي، عندها لانيفيرسير ديالها ما شاء الله تبارك الله. والله الا كتبقى كنغمضوا عينينا تبارك الله كنلقاو الوليدات غادي تيكبروا. هي ماشي سهله، الوليدات راه تيكبروا بصعوبه، ولكن كتحسي بواحد الوقت كيجري بالزربه. كتغمضي كتلقاي تبارك الله بنتك كبرات ودارت اولا ولدك وداك الشيء. دابا انت كتقول لي ماما مرض الدراري وهادي وفاعلين تركي. تشوفي غمضي عينك بكثرت السرعه، عصر السرعه هذا. الوليدات غمضي عينك. حنا كبرنا دغيا؟ حنا كبرنا دغيا؟ شوفي انا كل حاجه، هي ما كبرتوش دغيا ولكن بواحد كتبقاي انت اليوم مرض اليوم هذه القرايه هذا بنتي وصلوا. كتلقى راسك ملي كتكبري كيكبروا كيمشيو لديورهم وداك الشيء، كتبقى تقول يا داز هذا العمر كامل، داز هاد السنين دوزتها بحال كتقولي وما حسيتش بها. لان شنو الوالدين ملي كيكونوا مع وليداتهم كيبقى يعطيو 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 يعطيو، نهار تيوقفوا ما تيبقاوش تيقولوا جرات الدنيا ويا الحياة راه ما جراتش. هذاك النهار كنت جالسه مع الياس وكنت شاده، كان يعني جالس حدايا ومتكين وماشي مع وليداتنا وداك الشيء. والله انا نعاودها لكم، ما قلتهاش لماما نقولها لها قدامكم. وكشاده لي هكا في يدي بحال هكا كنشوف لي في يدي، وانا نقول ايه شوف شي نهار دابا هاد اليد هادي غتولي كبيره نبقى نشوف غنقايبه ليا راجل قدامي. شوف دابا جديد شي يدينات صغيرين، واحد النهار يحط عليا يدي ولا يشدني ونلقى يدو تبارك الله كبيره راجل قدامي وصوته غلاظ. وبقيت كنتخيل كنقول شو سبحان الله دابا كيفاش صغير، شي نهار نكون جالسه وغيبقى يبان ليا راجل قدامي قدو قداش تبارك الله. تبارك الله واش والله الله يخلي لينا وليداتنا يا ربي وليدات الجميع. شوفي الشده ديال الصغيور بحال الشده من تيكبر. بصح والله العظيم الاحساس وديك التعنيقه وديك الخشيه هنا ديال ولدك واخا كبر كيخشي راسو هنا، كتحسي بداك الاحساس. وانا انه داك الوليد بحال هكا يلاه عنده يلاه صغير قد هكا وليداتك وتبارك الله راه راجل وصل. ايوا الله يحفظ وليداتنا كاملين ووليدات جميع المسلمين، والله يسهل على الجميع. ولا عندو شي وليدات الله يحفظهم ليه، والله يحفظنا حتى حنايا مع هذا الجو هذا. الله يستر زعما جو صعيبه. انا والله العظيم اربع ايام ما تنهضرش، كنهضر اللي كيصيفط لي شي ميساج في شي اوديو في التليفون كنجاوبك. ماما راه صوتها راه شفت صوتها كيفاش ولا دابا؟ انا ما وليت لاباس دابا راه شويه. انا راه ياسين ولدي كان جا في راس العام معنا، جلس معنا واحد ديجو دوزها هو مرض دوزنا حنا معاه. والله ما عظيم ما خرجنا ما سافرنا ما درنا حتى حاجه، ولكن الحمد لله. مره اخرى ياسين وليدي مره اخرى. ايوا ماما نمشي ونهبطوا ياك نهبطوا نشوفوا هبطنا نهبطوا ان شاء الله البنات باش نختاروا شنو الكادو اللي غادي ناخذوا ليها ان شاء الله. هادشي ان شاء الله اللي تفرحها. وبغينا نشاركوا معكم هذا النهار كيفاش غادي يدوز، بعدا نقولوا له عيد ميلاد سعيد ان شاء الله باش نتمنى.
وان شاء الله بالنجاح بالنجاح. وشوفوا والديها كيبغاوها ان شاء الله واصله، وان شاء الله لان الوالدين كيبغوا دائما ولادهم يشوفوهم فوق 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 اعلى المراتب ان شاء الله. ايوا يلا تهلاو ليا في راسكم باقي شتو تهلاو معنا يلا معنا. عرفتوا البنات اصعب حاجه هي الكادو بالنسبه لي انا، ما كتعرفيش شنو تشري سورتو الوليدات الصغار. تمت العمليه بنجاح ياك. تمت العمليه. واو يعني يعني شنو سميته؟ تكلم ماما زويزة. عرفتوا البنات يانيس مريض مسكين وجاي لعيد ميلاد عند سلمى ياك، نجي نلعبوا مع بيبي. وبالنسبة لي هو كاينة ملاك وجنة. وصلنا لعيد ميلاد ياك. ها يا نيس، ها بابا سامي ما جبناهش لظروف صحية. ماما ها هي معايا. ها ماما واحدة ما درتها كالعادة. عرفتي البنات كاين البر ولكن الجو زوين الحمد لله، ربي يرحمنا بديك الشتاء. ايوا الحمد لله الحمد لله، بعد شوية الله ما شوية ولا لا ما نعملش لا مرة. ايوا الحمد لله الله يرحمنا الله يرحمنا الله يرحمنا يا ربي يا ربي. الشتاء تيخسر فيه راه هي الحياة كامل. المهم جينا مع هما ديما كيكونوا هنايا، ديما كتكون لانيماسيون ديما، غير ما عرفتش واش اسماء جابتهم ولا ديما كتكون لانيماسيون. نقولوا الفوق واو